بمناسبه بقى مونديال العالم يعني او مونديال الانديه المره اللي فاتت، زي ما احنا قلنا قبل القرعه قلنا يا رب، فاكر احنا قعدنا نقول يا رب اللعب بدل اوروبا وحصل. أيوة. ولعبنا مع البايرن واقوى فريق البايرن ميونخ زي ما احنا عارفين في العالم، لا يعني فريق تقيل ولعيبه تقيله جدا مكة. يعني النتائج بتاعتهم نتكلمش في جول ولا تعادل، كان في 4 و5 و6 وعملنا الحمد لله جيم برده كان رائع جدا، وان شاء الله كمان البطوله اللي جايه نلعب مع تشيلسي. يعني احنا بنتكلم احنا مع الاهلي بجد وصلنا لقمه الطموح ان نلعب في نهائي كاس العالم للانديه، وفكره كمان انك تكسب ماتش الديربي بقت حاجه بتهالي طبيعيه بقى خلاص بقى ده العادي بتاعنا يعني. يعني كذا سبب كمان اولهم احنا بنتكلم موسيماني فعلا، لا حقيقي هذا الرجل لازم ياخد حقه، قدر ان هو يقرا الجيم صح، اللعيبه كمان احترمت المنافس جدا، عشان كده تحول الامر زي ما بنتكلم وكسبنا، وبعد ما كسبنا قلنا لا احنا مش عايزين نكسب وخلاص، احنا عايزين نكسب كام، وبعد كده قعدنا نعد الاجوال. فيعني بجد حاجه كانت مشرفه، لكن في طبعا تفاصيل كتيره هنتكلم فيها بقى في فقرتنا طبعا ما فيش شك في ده. يعني شكرا مره ثانيه لكل نجوم النادي الاهلي من اول كابتن محمد الشناوي لغايه اصغر لاعب سنا وهو احمد عبد القادر بالمناسبه، شكرا للجهاز الفني مستر تيتسو موسيماني كابتن سيد عبد الحفيظ، وعشان ما ننساش حد كل اعضاء الجهاز الفني اللي احنا دايما عندنا فيهم ثقه كبيره جدا ان هم يقدروا يكسبوا الموسم ده ان شاء الله يعني مستريح او هكذا نتمنى. بس يعني مش عارف انهي جول بقى اللي لفت نظرك اكتر من الخمسه؟ اصل هما يعني اكتر من واحد بصراحه، يعني ممكن نقول الجول الثالث وكمان اسيست الثنائي العالمي طبعًا. يعني لا صحيح. البعض شبهه بطريقه دي ماريا نجم باريس سان جيرمان، وطبعا مش هننسى محمد شريف اللي مش بيفوت برده الفرص دي، وعلى فكره طبعًا. برده كان في اشاره عالميه باسيست الثنائي زي ما كنت اقول لحضراتكم، وعجبني برده جون ديانج الرابع كان عالمي حقيقي من اول اسيست كمان قفشه والتحضير بتاع ديانج قرار التسديد كمان اللي بنتكلم لازم يكون توقيت مثالي جدا. وعايزه بس قبل ما ندخل كمان يا كريم في اخبارنا اقول لجمهورنا اللي بقاله يومين على السوشيال ميديا بصراحه بيحتفل وفي نفس الوقت زعلان، يعني يا جماعه واحنا ليه ما كسبناش 6 و7 و8 وعدينا بقى يعني كان ناس تقول لك موسيماني لو كان عدى الستة كان اتعمل له تمثال ومش يعني حلو الكلام ده حلو وكلنا كان نفسنا في دوله كنا كسبنا 5-0 كان هيبقى او 5-1 كان هيبقى برده الوضع مختلف، لكن يا جماعه دي برده يعني مباراه القمه وعلى فكره اكبر مباراه في الشرق الاوسط، والسكور ده عمره ما اتعمل على فكره، يعني احنا بنتكلم في منافسات بين الاهلي والزمالك السكور ده عمره ما اتعمل قبل كده، فيعني يعني اكيد عارفين ان الاهلي وصلنا لمرحله عظيمه جدا لازم كلنا نبقى عارفين ده من الطموح، لكن في نفس الوقت خلينا ننبسط خلينا نفرح، عملنا جيم حلو جدا زي ما كنت بقول لحضراتكم تحديدا كمان في الشوط الاولاني الناس كلها اشادت بما فيهم حتى يعني جمهور الزمالك ناس كتيره ده انا كنت بسمعها وقريتها كمان على السوشيال ميديا، فاحنا عملنا يعني حاجه او حاله محترمه، فنقفل الصفحه واللي جاي نركز فيه هو ده اللي احنا نعرفه يعني او تعلمناه من الاهلي. الناس كلها تقريبا كانت يعني مبسوطه الى اقصى الدرجات بالشوط الاول بصفه خاصه. شفنا ان يعني حصل ايه شويه تراجع كده من قبل لعيبه النادي الاهلي، بالمناسبه كنت انت بتقولي من شويه وانا قلت قبل منك كمان فكره ان في اهلاويه كانوا زعلانين وشايفين ان السكور كان ممكن يعلى عن كده بكتير، اغلبهم مش هقول كلهم بس اغلبهم كان عندهم تحفظات او ارجعوا عدم زياده النتيجه عن 5-3 لطبيعه التغييرات اللي اجراها بيتسو موسيماني في الشوط الثاني. فده كان من ضمن القواسم المشتركه في تعليقات كتير من الناس. انا بتفق معاك. لكن طبعا اكيد في نهايه المطاف كان ماتش قوي اللي النادي الاهلي طبعا انتصر فيه يعني سكور 5-3 برضو رقم مش هين.